الادابتيشن بلانينج، لان لازم اعرف او اخطط للمستقبل. فلازم اذا عندي خلينا نقول فد مشكله معينه، فد منطقتين معينه، خلينا نقول هسه انا ما عندي يعني ما عندي ماستر بلان او ما عندي تخطيط، ما عندي فد دراسه تخطيط، وصارت عندي مشكلة موجودة بالمنطقة مثلا، خلينا نقول هي هاي منطقتنا بغداد ما بيها تخطيط، لأن يعني موجود تخطيط لكن ما منفذ. فنتيجة هذا التراكمات يعني صار عندي جروث عالي، لكن هو التخطيط مجرد على يعني حبر على ورق، ماكو أي تخطيط، ماكو أي تنفيذ. فصارت عندي بروبلم اللي هي نشوفها حاليا، يعني موجودة عندي بروبلم ديفينيشن. فأني لازم هسه أجي أعرف مشكلة المنطقة، أعرف وين عندي مشاكل بالمنطقة، أجي أحددها، أجي أحدد هاي المشاكل اللي موجودة بالمنطقة. ومن ثم بعد أنه حددت المشكلة راح أروح أبحث عن الحلول، أجي أبحث عن الحلول solution generation. البحث عن الحلول هنا لازم أني أشتغل transportation planning اللي هي التخطيط النقل. فتخطيط النقل مثل ما تعرفوه، مثل ما تكلمنا سابقا بالمحاضرات السابقة، هو يتألف من 4 موديلات. هاي الموديلات كلها أنا لازم أشتغلها حتى بالنهاية تظهر عندي خريطة الترافيك أساينمنت، خريطة الترافيك أساينمنت اللي على أساسها تظهر لي شكو طرق تكون مزدحمة أو بيها مشاكل. ومن ثم أجي أنا عاد على أساس هاي الخريطة أجي أسوي سوليوشن، أسوي حل لهاي المنطقة. عبارة يعني أني أنظر إلى خريطة الاساينمنت واشوف شنو المشكله. عن طريق خريطه الاساينمنت انا عرفت المشكله وين حصير، على اساس هاي الخريطه راح اجي هسه اشوف شنو الحلول. طبعا ان انا ترجع لك كمهندس، انت شنو خياراتك بالحلول لحل المشكله. ورا ما لقيت حل للمشكله راح تجي تدخل المرة الثانيه للترانسبورتيشن بلانينج، وتدخل الشيء الجديد اللي ضفته، مثلا ضفت نيو هاي واي او ضفت نيو ترانزيت، هتيجي الدخلة بال transportation planning process. يعني نفس العملية راح نرجع نعيدها ونرجع نسوي assignment من جديد، ونشوف هذا الحل هل هو ظهر لي نتيجة، قلل لي من المشكلة اللي موجودة عندي لو لا. فنيجي هنا مرحلة solution analysis، انه انا بعد النقطة راحت الحل راح اجي اسوي له analysis اللي هو بال transportation planning process. ومن بعدها راح نجي نسوي evaluation and choices. هنا قلنا انه دائما مرحله السوليوشن الحل انه اني لازم ما يقل عن 3 بدائل، يعني اخطط لثلاث بدائل بحيث تحل المشكله. يعني انا من اجي اقترح سوليوشن حل لازم اختار فد 3 بدائل مينيمم، فالمينيمم 3 بدائل. فانت بعد انه حددت 3 بدائل لحل المشكله، تجي تسوي لها نا ايفالويشن، تيجي تقيم هاي البدائل عندك الثلاثة، نشوف يا هو أفضل بديل يحل المشكلة. ومن ثم تجي تختار choice، تختار واحد من هاي البدائل اللي هو يحل المشكلة. وبعدها هتجي مرحلة الامبلمنتيشن اللي هو مرحلة الإنجاز ومتابعة المشروع للنهاية، بحيث إنه أني أحصل على مشروع بأفضل طريقة أو بأفضل صورة، بحيث يحل المشكلة الموجودة عندي بالشبكة. فإذا transportation planning process يعني هسه احنا مثل ما تشوفون هاي المشاريع اللي دا يسووها بمدينة بغداد، مثلا هاي المجسرات او هاي ما لها في التخطيط، يعني هو ماكو فد عملية تخطيط مسبقة ودا يجون يعني مباشرة، اجتهاد يعني شخصي خلينا نقول. مثلا اي فد متخذ قرار يقول انا هنا نخلي اسوي مجسر، هذا مجسر يفيد للمنطقه. وشفنا اكو هواي مجسرات كانت خطأ موقعها واظهرت مشاكل، يعني ما تستند على ترانسبورتيشن بلانك بوسس، ما تستند على التخطيط الصحيح. مجرد انه اني اوكي خلي هنا جسر او خلي هنا نفر، لكن مدى اسوي بعمليه التخطيط اشتغل تخطيط نقل صحيح حتى اعرف هل هذا هاي الاستراتيجية اللي أني يعني راح أريد أشتغلها هل هي صحيحة لو لا. فإذا ما أستند بشغلي على التخطيط، طبعا والتخطيط تعرفوه مثل ما قلنا سابقا إنه هو مكلف ويحتاج إفورت كبير، فلهذا الأكثر شيء متخذي قرار يعني ما يلجئ إليه، لأن هو يحتاج له كومبرهنسيف ستدي، يعني يحتاج دراسة كبيرة، يعني تحتاج جمع داتا كبيرة. فلهذا أكثر المتخذي قرار مدى يلجؤون إليه لأن هو مكلف بطبيعة الحال.
يلتجئون إلى فقط فوكتش من يريدون يسوون ترانسبورتيشن بلان يعني لكل المنطقة، فيجيبون شركات من خارج البلد هي بدها تستلم هاي الشركات هي بدها تستلم تخطيط المدن وتسوي الماستر بلان للمدينة، أما إحنا ما مجرد هاي المشاريع الصغيرة اللي موجودة. فواضح هسه احنا ليش نسوي ترانسبورتيشن بلانينج بروسس. بعدها بعد ان سوينا ترانسبورتيشن بلانينج بروسس راح نجي مثل ما قلنا انه هي هاي جزء اللي هي مرحلة الترانسبورتيشن بلانينج، هي تتألف من هاي الموديلات اللي هو موديل توب جنريشن، موديل التوب جنريشن، وموديل التوب ديستريبيوشن، والمودل سبليت، وهنا طبعا البيريود اوف تايم، هنا يعني النتائج المودل سبليت ده يجي يقسمها حسب الوقت، يعني هنا اني بالمودل سبليت كانت الرحلات هي بير داي، لكن بعد ان ادخل للاسايمنت هنا احتاج انه يعني مثلا انا اريد فترة معينة اريد اشتغل فترة البيك، فنجي نغير حسب يعني ناخذ الرحلات مثلا لوقت معين ومن ثم ندخلها بالاساينمنت. فمثل ما نشوف ان التوب جنريشن حتى اشتغل التوب جنريشن احتاج الزونال داتا، احتاج البيانات اللي تتعلق بالزون. التوب ديستريبيوشن احتاج شبكة النقل، يعني شبكة النقل هنا ما كانت تدخل بالتوب جنريشن لكن هي دخلت بالتوب ديستريبيوشن. احتاج بعد ان سويت التوب ديستريبيوشن ادخل للمودل سبلت، انه اني اجي اوزع الرحلات على وسائط النقل الموجوده حاليا، يعني اساسا وسائط النقل الموجوده حاليا شنو عندي هسه حاليا؟ عندي برايفت وعندي بابليك ترانسبورت اللي هو متمثل بالباصات. مثلا اذا انا اريد اضيف وسيله اخرى، مثلا اضيف المترو خلينا نقول، وأضيف القطار المعلق، فهنا أنا أيضا هي راح تدخل إنه أني شلون توزيع الوسائط على فد وسيلة وسائط جديدة بالمنطقة. فهنا أيضا راح تدخل بالمودل سبلت، ومن ثم بعد المودل سبلت نكمل للأسايمنت اللي هو الأسايمنت شنو مخرجاته. مخرجات الأسايمنت إنه راح يعطيني تافل تايم على شبكة الطرق، ويعطيني النتورك لود يعطيني الأحجام المرورية على شبكة الطرق. هنا الأسايمنت إنه هو وود تشويز، إنه أني أختار المسار، يا مسار راح أختاره حتى أتجه من منطقتي إلى الديستنيشن اللي أريده. وهنا مثل ما قلنا الـ period of time إنه أني الرحلات أقسمها حسب الوقت، إذا أريد يعني عندي فد منطق مثلا خلينا نقول الوقت الصباح يكون عندي بمشكلة، فأريد مثلا أني الرحلات فقط في وقت الصباح، فهنا time choice إنه أني أقسم الرحلات حسب الوقت، أو ممكن أخذها كلها بير داي وأشتغلها بالأسايمنت. فهاي هي الموديلات الأربعة اللي هي كلها تخص الـ travel demand فوركاستنج، يعني هي هاي الموديلات حتى أني أتنبأ بالرحلات. فراح ندخل هسه بالموديل الأول اللي هو الـ Top Generation. طلاب ما أعرف تسمعوني الصوت واضح لو لا، يعني أني قاعد أشيك أخاف يعني الصوت مو واضح. نعم أستاذ، الصوت واضح. أوكي تمام، ها هي نكمل إذا. فنجي هسه ناخذ الموديل الأول. الموديل الأول اللي هو التوب جنريشن. التوب جنريشن مثل ما اللي تشوفونها عندي زونات، المنطقة قسمناها إلى زونات. مثلا عندي زون أي هنا وزون دي، فزون دي ده تخرج منها رحلات، وين تريد تروح؟ تريد تروح للأي، فزون دي ده تخرج منها رحلات، وزون أي ده تذهب إلى رحلات. ف مثل ما نشوف انه هو البرودكشن هو عبارة عن ديبارتشر، اني اريد اطلع من الزون، البرودكشن هو ديبارتشر اريد اطلع من الزون، والاتراكشن هو الارايفل هو الوصول لهذا الزون. فاذا قلنا دكتورة التوجن. العفو، نعم صباح الخير دكتورة. صباح النور. دكتورة يعني ولو زحمة، بس هذه ممكن تسجل هاي المحاضرة يعني حتى نعيدها اني مرة مرتين؟ مسجلتها، اي نعم هسه دكتورة، مسجلتها اني، يعني يعني راح تنزل بيسجل إن شاء الله عندي دكتورة على البرنامج. الكلاس؟ اي هسه بس يعني كملها ان شاء الله تنزل على الكلاس. شكرا جزيلا دكتورة. هلا بيك محمد. زين، فهنا أنا عندي مثل ما قلنا، فعندي البرودكشن هو انه اني ايد اطلع من الزون،
والاتاك شنو؟ انه اني هو اريد ادخل للزون، يعني انا اريد اوصل للزون ثاني. فعندي بالتوب جنريشن الديبارتشر والارايفل، انه العفو البرودكشن والاتاكشن، انا لازم لكل زون اطلع البرودكشن واطلع الاتاكشن. فسنجي نشوف شنو العوامل اللي راح تاثر على البرودكشن، شنو العوامل اللي راح تاثر على البرودكشن. عندي عوامل شخصيه تخص الشخص تاثر على البرودكشن، عندي عوامل هي تخص الوحده السكنيه تاثر على البرودكشن، عندي عوامل تخص الزون تاثر على البرودكشن. فشنو هاي العوامل؟ نشوف هنا عندي الانكم، الدخل اللي هو لصاحب الشخص، الانكم مالته هذا راح يأثر بالتنقل، ملكيته للسيارات، ملكية المركبة. فهاي عوامل خلينا نقول هي شخصية تتبع الشخص، انه هو صاحب ايش قد الدخل اله وملكيته للمركبة. فهاي العوامل هي عوامل بيرسونال. اما العوامل اللي تخص الوحدة السكنية، الهاوس هولد ستراكشر او الفاميلي سايز. الهاوس هولد ستراكشر يعني خلينا نقول مثلا عدة عوائل دا تسكن في مسكن واحد، فهذول خلينا نقول يعني مو مثل عائلة واحدة دا تسكن في مسكن واحد، يعني هذول مجموعة عوائل. لأن مجموعة عوائل ليش تسكن في مسكن واحد؟ لأن هم أكيد الإنكم لهم قليل، فهم يعني دا يسكنون أو يعني ما عندهم فد إمكانية يطلعون، فلهذا. بينما العائلة الأخرى اللي تسكن بسكن موحدها، لا هذول أكيد لهم رفاهية أكثر لأن عندهم إنكم أكثر. والفاميلي سايز اللي هو عدد أفراد العائلة، احنا قلنا الفاميلي سايز علاقته مع التوب جينيريشن، انه هو كل ما ممكن يزداد عدد الاشخاص يزيد التوب برودكشن، لكن توصل مرحله انه الفاميلي سايز يبدي يقل. وعندي اكو عوامل اخرى اللي هي تتعلق بالزون، اللي هي هاي الزون اللي هي قيمه الارض، value of land وresidential density. يعني عندي الزون مثلا عندي مناطق تكون غاليه، مثلا منطقه المنصور منطقة value of land عالية، يعني منطقة غالية، فيكون ال يعني ال residential density كثافة سكانها بهاي المنطقة، كل ما قيمة ال value of land تكون عالية وبيها attraction حيصير بيها عندي attraction. لكن هنا إذا تدخل بال production إنه قيمة الأرض تكون عالية أو قيمة المنطقة عالية، فهم ذول أصحاب income أيضا عالي، فإذا راح يصير عندي إن هم production أكثر. و residential density لكل ما الكثافة السكانية تكون عالية، فكل ما تكون أيضا رحلات أكثر بطبيعة الحال. فهاي العوامل اللي راح تأثر على التب production. نيجي العوامل اللي تأثر على تب attraction. لتب اتراكشن عندي قلنا احنا لتب اتراكشن هو يخص الاكتيفيتي. شنو قلنا هي الاكتيفيتي؟ الاكتيفيتي هي عندي مثلا مولات، عندي وزارات، مراكز تسوق، مدارس، مستشفيات، هاي كلها هي مناطق جذب. يعني انت صباحا من تقوم بالرحلة تروح لمناطق الجذب، هي هاي يعني أكثركم، يعني خلينا نقول أي واحد هو حسب هو المنطقة اللي تجذبه. فهاي مناطق الجذب هاي شنو العوامل اللي راح تحكم وصول الرحلات إلها، أو اللي هو التوب أتراكشن؟ اللي راح تحكم هاي العوامل هي الأوفيس سبيس، يعني مساحة المركز أو الدائرة. كل ما الدائرة تكون كبيرة، فكل ما حيكون بيها عدد عمال أكبر، كل ما راح تجذب أشخاص أكثر، يعني لها علاقة بمساحة المركز، لها علاقة بالريتايل سبيس الشوبس. هاي إذا عندي مولات، مراكز تسوق، كل ما أكو محلات موجودة أكثر بمراكز التسوق، فكل ما معناها حيصير عندي توب اتراكشن اكثر. والامبلايمنت اللي هو الجوبس، اللي هي عدد المهن او الاموال المتوفرين بالمنطقه. فهاي العوامل هي اللي راح تاثر على توب اتراكشن، الجذب لهاي المناطق. فنشوف احنا المول الصغير، مثلا عندنا مول الواحه مول صغير مقارنه خلينا نقول بمول زيونه مول الكبير، هذا عدد الشوبس بي أكثر، عدد العمال بي أكثر، فالجذب وين ده يكون أكثر؟ يروح الزيونة لو يروح للواحة؟ أكيد الزيونة، لأن هذا مول كبير، بينما هذاك يكون مول صغير. وأيضا هنا يدخل شغلة أخرى، الباركينج سبيس.
يعني أنت إذا موفر ساحات وقوف لهذا المركز أيضا ممكن إنه هو يزيد قيمة الجذب، لأن أنت توفر له خدمات بحيث إنه التريب ميكر يجي لهذا المكان. فإذا هاي العوامل اللي تأثر على البرودكشن والأتراكشن. واضحة طلاب؟ أتمنى تكون يعني واضحة بالنسبة لكم. عندكم سؤال يعني لهنا؟ احنا تقريبا هسه هذا التوب برودكشن، فهسه راح نكمل على اللي بعده. عندي هسه الموديلات اللي راح اشتغلها بالتوب جنريشن. عندي عدة موديلات اشتغلها بالتوب جنريشن. واحدة من هاي الموديلات اللي هي مطيقة الريجريشن موديل. طريقة الريجريشن موديل احنا حكينا عليها سابقا، هاي طريقة احصائية تحتاج ان عندك برنامج SPS حتى تشتغلها. يدويا صعب انه تشتغلها، انه تحتاج هواي حسابات، فصعب انه تشتغلها، لازم عندك برنامج احصائي وتشتغلها. فنشوف هنا واحد من الامثلة اللي هي regression modeling، اللي هي هاي العلاقة اللي هي الواي، واي يساوي علاقة مع x1 ومع x2. فنشوف هنا الواي عادة هو الديبندد فاريبل، هو يمثل لي عدد الرحلات بالزون، والاكس 1 يمثل لي عدد العمال، والاكس 2 يمثل لي عدد السيارات اللي تمتلكها الوحدة السكنية. يعني هنا هو سوى علاقة بين عدد الرحلات وبين سوى علاقة بين عدد الرحلات وبين عدد العمال اللي دا يشتغلون بالوحدة السكنية وبين عدد السيارات اللي دا تمتلكها الأسرة. وقلنا ملاحظة، قلنا كل ما الكوفيشنت هذا اللي موجود هنا عندي بالمعادلة، كوفيشنت مثلا هنا كوفيشنت x1 هو 1.44، كوفيشنت x2 هو 1.07. فإذا يا هو العامل اللي دا يكون له تأثير أكبر بتأثيره على الرحلات؟ منو عنده إجابة؟ يعني هنا الـ X1 اللي هو عدد العمال الـ coefficient إله 1.44، بينما عدد المركبات الـ coefficient إلها هو 1.07. فياهو هنا حيكون تأثيره أكثر على عدد الرحلات، عدد العمال أم عدد المركبات؟ عدد العمال استاذة الكوفيشنت عافية مالتها عليك. اكثر. تم محمد قاسم شاطر، عافية عليك. عدد العمال، فكل ما الكوفيشنت يكون عالي، يعني كل ما انه هذا الفايربل هو اوكي، هو ده ينطيني يعني اكثر تأثيرا effectiveness على التايب. نشوف ان هذا الفيجر، هذا الفيجر ده يوضح لي عدد الرحلات خلال اليوم كله، من الصفر، خلينا نقول من الساعة 12 يعني بدأ اليوم الثاني لحد انه وصلنا الساعة 7 الصبح نابلة الرحلات، إلى أن نوصل لليل هي هاي 24 ساعة نهاية اليوم. فنشوف هنا إنه هاي الفترة اللي هي بالليل من 12 بالليل إلى 7 صباحا، هاي ما عندي رحلات، يعني تقريبا صفر. بعد 7 بالليل هنا راح تبدي بدون الناس يقومون بالرحلات حتى يروحون للوركينج للعمل. فنشوف هنا إنه الرحلات بدأت تزيد. إذا تزيد شوفوا هنا هذا هو البيك، يعني شوفوا هنا توزيع الرحلات على مدار اليوم. البيك وين دا يصير؟ هو بالفترة الصباحية، يعني كل الأشخاص هم دا يتوجهون من الزون يردون يذهبون إلى مناطق العمل. فنشوف هنا إنه فترة البيك هي من تقريبا من 7:30 إلى 8:30، بعدها يبدي تقريبا للـ9 أيضا ممكن يستمر البيك، بعدها للـ10 يبدي شوية يخف، يعني يكون هنا تقريبا يونيفورم ديستريبيوشن. بعدها فترة الرجوع هنا الظهيرة أيضا يبدي يصير أكو عندي شوية تريب عالي. احنا هنا عندنا فترة الظهيرة هم مثل الصبح، يعني تقريبا نفس البيك يعني هنا، وربما أكثر يعني في فترة الظهيرة. ومن ثم يبدي يرجع توزيع الرحلات إلى نهاية إلى أن نوصل الساعة 12 بالليل مرة ثانية، هنا يبدي يقل توزيع الرحلات. فإذا هاي الطريقة الأولى اللي هي طريقة الريجريشن موديلينج. قلنا أنتوا هنا اللي يخصكم أنه نجيب لكم المعادلة وتدخلون ندخل بيها تدخلون بيها أما تطبيق أو نسألك أسئلة مثل ما هسه سألنا. الطريقة الثانية اللي هي طريقة الكروس كلاسيفيكيشن موديل.
هاي الطريقة قلنا تعتمد إنه أني أصنف إلى فئات، يعني أصنف الزون، عندي زون أصنفه إلى فئات، هاي الفئات أحاول أصنفها إلى فئات متجانسة، تكون متجانسة بالخصائص. فمثل ما تشوفون هنا هذا الفيجر يوضح لي التب ريت، معدل الرحلة، ويوضح لي هنا الجروبات. شوفوا شلون هنا قسمناها لجروبات، كل جروب إلى فد تب ريت معين، كل جروب إلى تب ريت معين، لأن أنا دا أجمع الأشخاص اللي دا يكونون متشابهين بالخصائص في جروب معين. فصار عندي عدة جروبات، ومبدأها إنه أنا أقسمها إلى فئات، هاي الفئات تكون متجانسة بالخصائص. فمثل ما نشوف هنا بهذا الفيجر، هناخذ فد اكزامبل بسيط سريع. يقول عندي فد زون ب 250 وحدة سكنية، وعندي هذا الزون بي كار، يعني جماعة اللي عندهم سيارة هم 250 وحدة سكنية، وجماعة ما عندهم سيارة أيضا 250 وحدة سكنية. يقول افرض انه اني اعرف معدل الرحلة لكل جروب. بس انا عندي جروبين، يعني جماعة جروب عندهم سيارة، خلينا نقول جماعة جروب الأول عندهم سيارة، والجروب الثاني ما عندهم سيارة. فدي يقول افرض انه انا اعرف التوب جنريشن، التوب جنريشن اللي هو التوب ريت يعني مالتهم. فالجماعة اللي عندهم سيارة يقومون بست رحلات باليوم، الجماعة اللي ما عندهم سيارة يقومون باثنين ونص رحلة باليوم. فإذا أريد أطلع أريد أطلع الرحلات الكلية لهذا الزون، شلون نطلعها؟ راح اضرب دكتورة ال 250 العدد محمد مال بعد ما خليك تجاوب، خلي اشوف غيرك، خلي اشوف غيرك. زين محمد عمار، عندك إجابة؟ محمد عمار. زين حواء، حواء مكي، عندك إجابة؟ مصطفى محمد حسين، مصطفى منو عنده إجابة غير محمد قاسم؟ منو يعرف؟ دكتورة ممكن تعيدين بس السؤال؟ أعيد السؤال، عندي زون ب 250 وحدة سكنية عندهم سيارة، وزون آخر ب 250، يعني مو العفو زون آخر، نفس الزون، نفس الزون، بس عندي مجموعتين. المجموعة الأولى الجروب الأول ب 250 وحدة سكنية عندهم سيارة، والمجموعة الثانية الجروب الثاني ب 250 وحدة سكنية لكن ما عندهم سيارة. فيقول لي طلع لي عدد الرحلات لهذا الزون، علما انه التوب ريت للجماعة اللي عندهم سيارة 6 رحلات باليوم، واللي جماعة ما عندهم رحلات، ما عندهم سيارة، رحلاتهم 2.5 رحلة باليوم. فشلون اطلع عدد الرحلات الكلية لهذا الزون؟ دكتورة بالأول يعني نضرب دكتورة بستة مو أضرب وبعدين النسبة باثنين في ونص. عدد الوحدات السكنية؟ طارق هسه نضرب ال ايش نضرب يعني؟ هو النسبة مالتهن في عدد الوحدات بالنسبة ياهو. السكنية مال الرحلات اي في هسه عدد انا الوحدات السكنية عندي 250 وحدة سكنية، ما عندي نسبة هنا، عندي العفو ميتين مال وخمسين وحدة الرحلات سكنية. اي اي في الوحدة في عدد الوحدات السكنية اي يعني هسه شضرب، يلا قدامك السؤال شضرب. 250 ايه في ستة ايه هاش يطلع لي ستة مونتر بس ما ادري اشوفها زين 250 في 6، شو يطلع لي هذا؟ مو المعدل بس دقيقة ثواني اسمه عندنا هسه اثنين ستة ولا اثنين بوينت خمسة اي عندي جماعة اللي عندهم سيارة الأولى رحلاتهم 6، سيارات والجماعة والثانية اللي اللي ما ما عندهم عندهم سيارة رحلاتهم 2.5.
فهسه انا اذا اطلع رحلاتي كليه للزون، فهسه انت خلينا نقول بديت الانيشال ستوب انه انت حتضرب ال 250 في 6 شهر يطلع لي، من ضابط ال 250 في 6 شهر يطلع لي. عدد الرحلات اللي يعني اي ينتجوها اللي الوحدات السكنية اللي تمتلك سيارة. عافية عليك، عدد الوحدات السكنية اللي إذا تمتلك سيارة. هاي طارق، مو طارق اللي جاوبني؟ نعم إيه، هسه محمد خلف، يلا محمد خلف مو تشارك، هسه شلون نعم أكمل حل السؤال؟ في 2.5 ينضرب دكتورة حتى نطلع عدد الوحدات السكنية اللي ما يمتلكون سيارة. شضرب في 2.5، شضرب العفو، ال 250 في 2.5. في 2.5، نعم فحضب ال 250 في 2.5 شو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي عدد تطلع الرحلات اللي جماعة اللي ما عندهم سيارة. اللي ما يمتلكون مركبة أو أي سيارة. أريد أطلع رحلاتي الكلية لهذا اللون، شو حصل بهاي الحالة؟ نعم دكتورة العفو. مواخذ الأفرج مالتهن؟ لا طارق، لا صفاء، لا صفاء جاوبني. نجمعهن محمد عمار، نجمعهن يلا محمد عمار جاوبني، نجمعهن. نجمعهن. عافية عليك، نجمعهن نجمعهن، تطلع عدد الرحلات الكلية للزون كاملة إذا عندي تو جروب في هذا الزون. طيب لحظة خلينا نرجع هنا بس نسينا ننزل. بس احنا قلنا طريقتين، طريقة الريجريشن وطريقة الكوست كلاسيفيكيشن. بعد طريقة أخرى اللي هي الطريقة الثالثة أو اللي هي بدينا بيها احنا بوقتها، يا هي الطريقة من يقول جنرال دكتورة، شلون عندنا ثلاث طرق الجنرال جنرال شنو؟ يا هي هاي هي كان عندي ثلاث طرق، طريقة ال يعني الريجريشن وطريقة الكروس كلاسيفيكيشن. اوكي ماشي، هسه خلي نشوف اللي بعدها. هسه هنا راح نجي على التوب ديستريبيوشن. التوب ديستريبيوشن اللي هو توزيع الرحلات على باقي توزيع الرحلات على باقي الزونات. واحدة من الطرق اللي تخص التوب ديستريبيوشن هي طريقة الجروث فاكتور موديل. طريقة الـ Growth Factor Model اللي هو أني عندي لازم المدخلات لهذا الموديل، لازم عندي الـ Base Matrix، يعني لازم عندي Base Matrix حتى أشتغل هاي الطريقة. إذا ما عندي Base Matrix فما أقدر أشتغلها. لازم عندي Base Matrix، لازم عندي معامل النمو حتى أطلع الـ Predicted Matrix. فنشوف هنا إنه هاي الطريقة تعتمد على الـ Existing Matrix، على الماتريكس الحالية اللي هي الـ Base Matrix نسميها إحنا، ونضربها اللي هاي عادة تكون Derived from a Predicted Production and Attraction، ونضربها بالـ Growth Factor راح يطلع لي عندي الماتريكس الجديدة. فمثل ما نشوف هنا الـ Base Matrix اللي هي TIJ، هاي هي البيس، نضربها بالجروث فاكتور جي راح يطلع لي اللي بريدكتد اللي هو تي اي جي بريدكتد الجي في الجروث فاكتور. هذا اللي هو اسهل طريقه اللي هي السنجل جروث. عندي الطريقه الثانيه بطريقه التوب ديستريبيوشن اللي هو الجرافيتي موديل. الجرافيتي موديل اللي هو يعتمد على مبدا الجاذبيه، قلنا انه عدد الرحلات بين تو زون لها علاقه مع الاكتيفيتيز بين هاي الزونات وتتناسب تناسب عكسي مع السيبريشن بتوين زون. شنو السيبريشن بتوين زون؟ هنا نقصد بيه يعني الديستنس او الترافل تايم هذا او الكوست، هاي هي نقصد بيها بالسيبريشن بتوين زون اللي هو يكون داله للكل، الكلفه جنرالايز كوست، الكلفه الكليه. شنو هنا جنرالايز؟ ليش نسميها جنرالايز كوست؟ لان هي راح تكون تتألق يعني تكون متضمنه تاخذ بنظر الاعتبار مثلا التايم او الديستنس او الكوست، كل تاخذ بنظر الاعتبار فنسميها جنرال كوست، لان هي كوست تاخذ بنظر الاعتبار كل هاي الامبيدنس بالتنقل. فرضيات هاي الطريقة انه عدد الرحلات بين الاوريجين والديستنيشن تتناسب تناسب طردي مع البرودكشن ابيليتي فاكتور فور اوريجين زون، مع عدد البرودكشن الموجود بالاوريجين، وتتناسب مع الاتراكشن اللي موجود بالديستنيشن، وتتناسب مع فاكتور اللي هو تناسب عكسي مع فاكتور يمثل لي الترافل كوست بتوين زون.
هاي العوامل هي اللي راح تدخل بهذا الموديل حتى نحسب توزيع الرحلات. الموديل الثالث اللي هو الموديل المود تشويز، اللي هو توزيع الرحلات على وسائط النقل. فمثل ما نشوف هنا انه اني عندي رحلة من هذا الاوريجين، من هذا الاوريجين الى هذا الديستنيشن، ممكن انه اني ايش اروح بسيارتي، اروح بسيارتي يعني اني مثلا من هاي من منطقتي اوريجين اركب السيارتي، صعدت بالسياره ووصلت للديستنيشن هنا، انا حطيت سيارتي بالباركينج، دفعت اجره ومن ثم تمشيت حتى اوصل للديستنيشن. هذا هاي المود الاولى انه انا استخدمت الكار. المود الثاني انه انا اريد استخدم وسائط النقل العام، فش اسوي؟ اتمشى من الاوريجين، اتمشى هاي مسافة مشي، اصعد اروح للستوب، اصعد بالباص او بالقطار، وايضا راح ادفع اجرة، حدفع اجرة هنا واوصل للديستنيشن، المكان اللي اقرب شيء للديستنيشن، الستوب القريبة للديستنيشن، انزل بالستوب واتمشى مسافة مشي ومن ثم اوصل للديستنيشن. فنشوف انه حسب هذا المثال يقول تقريبا يعني كلفة التنقل بالكار 4 يورو، هاي مقارنة يعني هاي بس كلفة البارك يعني ما عدا كلفة الوقود وكلفة الزيت، بينما كلفة التنقل بالقطار هنا يقول هو 5 يورو. والتايم بالقطار كان 25 منت، لكن بالسيارة كان 40 منت. يعني هم هنا موفرين وسيلة نقل عام مباشرة حتى توصل للديستنيشن لأن القطار هنا. فهاي هي إنه توزيع الرحلات على وسائط النقل. الخطوة الأخيرة اللي هي خطوة الأسايمنت، إنه أني أوزع الرحلات على شبكة الطرق. أحتاج في توزيع الرحلات الأسايمنت موديل أحتاج لتافر ديماند، أحتاج لتافر ديماند، وأحتاج شبكة الطرق الانفراستراكشر سبلاي يعني شبكة الطرق الموجودة حاليا. أدخلهم بالأسايمنت موديل راح تطلع لي مثل ما نشوف هنا المخرجات، هي الفلو، هي الفلو على شبكة النقل. مثل ما قلنا احنا دائما ننطي ألوان ترميز للشبكة اللي يكون بيها اللود يكون عالي. هاي الطريقة نسميها All or Nothing Assignment، اللي هي توزيع الرحلات تاخذ بنظر الاعتبار أقصر مسار بتوزيع الرحلات. الفرضيات في هاي الطريقة انه جميع الترافيك بين الاوريجين والديستنيشن هو يتوزع على مسار واحد اللي هو المسار الأقصر، ويفرض انه هو ماكو اختناقات مرورية، يعني بده يوزع الرحلات ما دي يفرض انه اكو اختناقات، ده ياخذ اقصى المسار ويوزع الرحلات مباشرة. هاي طريقة الاسايمنت موديل. عندي شورتست باث او نسميها شورتست باث. فهناخذ هذا نشوف مثلا عندي هذا المثال، هذا المثال الموجود امامي. مثلا هسه اني خلني اسألكم، اني اريد من نقطة اي اريد اروح لنقطة اي، فهسه شنو ياهو أقصر مسار حتى أروح لنقطة إي؟ يلا باعوا على الشبكة وقولوا لي ياهو أقصر مسار حتى أروح للنقطة إي. بس مو محمد قاسم، أريد غير محمد قاسم يجاوبني. دكتورة بالنص، أكو هاي المسار اللي بالنص هذا بيه النص يعني حرف له لا؟ هذا إي أنا نسيت أسميه، أعتبره آي، أعتبره آي. دكتورة من أي إلى أي؟ اي من اي الى اي؟ هن هسه تقريبا يعني كلهن نفس الشيء، لأن هسه إذا أطلع أي من أي آخذ مثلا H J F E اي ايش حاخذ قد 3 نقاط. يطلع الرحلة، وقت الرحلة يعني هسه نحسبهم ايش قد يطلع من اي اتش جي اف اي ايش قد يطلع؟ العفو دكتورة، إذا ترديها للإي أقصر مسار فهي الإتش والجي والإف، يعني يطلع عن 6، بينما إذا أخذ من اتش البي للسي للدي للإي راح يطلع 7 أقصر. يعني يطلع أنت ما 7 أعرف أنت راسم يعني من النص أقدر أخذ. عادي، تقدر تعبر من النص، بس شو حيكون المسار؟ راح يصير أكثر يصير بالنص، اكثر راح يعني اذا يصير اجي أكبر اذا لأن اج عندك 5 اي بـ4. خلينا نشوف هسه 2 و6 أي 8 1 7 8 يعني يصير اكثر المسار.
إذا أتجه هيك 2 و6 8 4 أيضا صار أكثر مسار. فإذا هذا المسار اللي هو A B C D E هذا ينطيني 7 أوفر تايم، بينما مسار A إلى A من هاي الجهة ينطيني ستة شقد 2 1 3 4 6 ينطيني ستة 6. فإذا الأقصى المسار اللي هو A H G F E و هذا H هو جي اف الأقصى المسار. زين، هسه من اللي جاوبني؟ خلينا نشوف، نشوف هسه علي عدنان جاوبني، ومن هو طارق؟ نعم دكتورة. اي هسه اريد نعم مصطفى، دكتورة. صفاء، بلسم. هسه شوفوا لي، اريد من، خلينا نقول من اي، اريد من اي اروح الدي، يا هو اقصى المسار. من اي اريد اروح للدي، شو تقولون يا هو اقصى المسار؟ تكملي أي وين؟ إلى دي. دي هو الـ A B C، لأنه مجموعها يصير 6، بينما إذا من الـ A ستة. روح زين، منا الـ D يصير عندي، عافية عافية بلسم، عافية بلسم، أوكي صحيح. زين نكمل هسه، إذا هذا أنتو فاهمين ما عندكم مشكلة بيه. هي انا اعتقد هاي خلص البرزنتيشن عندي هسه. هاي تقريبا انا سويت سمري لكل الداتا اللي موجوده عندي، يعني انا خلينا نقول لكل العفو المحاضرات الموجوده عندي. راح اسوي هسه ورقه الحضور على الكلاس. وعندكم شيء يخص المحاضره مثلا، في سؤال مفاهيم نجاوبكم عليه بين ما اسوي الحضور؟ العفو دكتورة، بس هذا الملف يعني اللي حتنزلينه اياه بي دي اف بالكلاس؟ قصدك ال هاي محاضرة يعني؟ اي لحظة، أنا نسيت اي اي أسد نعم الريكورد. أوكي خلنا نسد نعم الريكورد.